ملاك الذبيحة بيبقى واقف فين على المذبح؟ أصل هو عايز يروح يقابله. حاجات غريبة جدا. بيجينا أسئلة أنا قصد إن أنا أجاوب عليها عشان بحترم اللي سأل السؤال، بس أنا هقول لك بقى بيبقى فين. وإحنا أطفال في ابتدائي كده، فكنا بنصلي مع أبونا في بلدنا حصة مليج منوفية، كان اسمه أبونا صربمون حنا، وكان أب قديس بصراحة يعني، وابنه كاهن دلوقتي في طنطا اسمه أبونا بولس. المهم ده كان عمي. المهم فإيه، فكنا واقفين على المذبح هو، وإحنا أطفال صغيرين دوبك راسنا عينينا جايبة المذبح، فلكن إيدينا على المذبح. فبعد التحول، بعد ما القربانة تحولت لجسد المسيح وفي الكاس تحول دم المسيح، لما بيجي ملاك الذبيحة، طبعا ده جسد المسيح ودم أبونا، هو بيصلي بعد التحول، إحنا راكنين إيدينا على المذبح وهو بيصلي، ما استناش لما يخلص القطعة اللي بيصليها، راح مشوح فينا كده بإيده كده كده كده، نبعد عن المذبح. فبعدنا عن المذبح شمال ويمين، مش عاملين، احنا مش شايفين حاجه، رجعنا ركننا تاني. فبعد ما خلص كده بقول لها راح شخط فينا، والمعلم بيرد راح شخط فينا، ابعد ابعد بشخط كده وزعق. فبعدنا لغايه اخر القداس. بعد اخر بعد القداس ما خلص صرف الناس ورش الناس بالبركه، تعال يا بنت هو في ليك، رحنا. ايوه يا ابونا، انتوا عارفين شخط فيكم ليه؟ قلنا يا ابونا ما عملناش حاجه، يا ابونا احنا راكنين ايدينا على المذبح وما عملناش اي حاجه، وسك شخط فينا مرتين، راح شخط فينا ثالث. يعني ما انت شايف انت هو؟ يبقى ملاك الذبيحه محوط المذبح بجنيحته كده، وانتوا حاطين ايديكم على جنيحه الملاك. الله، احنا طبعا مؤمنين جدا كنسيا من لترجيه الكنيسه ان الذبيحه لا ملاك، بدليل ان ابونا في نهايه القداس بياخد ميه في ايديه الاثنين وينفخ فيها ثلاث رشومات ويقول ايه؟ يا ملاك، يعني بيخاطب حاجه قدامه، ملاك قدامه، يا ملك هذه الذبيحة الصاعد، يعني الملك لسه ايه موجود قدامه على المذبح ما صعدش. اذكرنا وروح فن وسبح الملك، اسرف الملك. طب ده ايماننا، بس الاختبار ده رسخ هذا الكلام في قلبي جدا، لدرجه ان انا في مره كنت بصلي، هي مرات كتيره بس هقول لكم دي، كنت بصلي في مجلس مصر الجديده قداس، كان داعيين يعني، فناولت الرجاله في امان الله وناول الستات، طبعا ممكن تحمر مفيش نقشه خالص ساده واخر نظافه. جت عندي واحدة بنت بناولها الجسد، هي كانت تكيت شوية كده ولا إيه مش عارف بقول عليها إيه، فعملت فتحة بقها راحت قافلاه، الجوهرة وقعت على الأرض قدامنا كلنا، البنت نفسها راحت نازلة على الأرض بسرعة عشان تاخد الجوهرة بقيتها، كانت سلوى بنت أبونا يوحنا اسكندر ربنا يسأل الصحة، كانت موجودة لا 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 وسع وسع، أنا كنت في ثواني كنت لفيت علشان إيه آخد الجوهرة اللي وقعت في الأرض، ما لقناهاش. قعد البيت تعيط، قلت لها بنتي ما تعيطيش، الذبيحه ليها ملاك، وانا متاكد بقى الذبيحه ليها ملاك. زمان اتصرف يا بنتي، امال البركه يعمل ايه؟ ولفيت تاني عشان اقطع لها جوهره تاني قدامي، انا مش بقطع الجسد حتت حتت خالص، بتشوفوني كده مغطي الصينيه واقطع اول باول اول باول، ما فيش عندي قطع قدامي صغيره في الصينيه نهائيا، يلاحظوها كده وتتناولوا مني. فانا جيت بقى رجعت تاني وقلت ملاك، رشمت الصليب على الهواء ثلاث مرات يا ملاك الذبيحه اتصرف. لفيت عشان اقطع لها جوهره ثانيه امام الله، لقيت الجوهره قدامي على الصينيه في الاول. كنيسه ارثوذكسيه، كنيسه حيه، كنيسه حيه، كنيسه عمليه، كنيسه واقعيه، كنيسه ايمانها معاش، مش ايمان كلام، مش ايمان فلسفي، مش ايمان عقلي بس، ايمان معاش مختبر يا احبائي، هو ده الايمان الصحيح المفروض نتمسك بيه. فادي ملاك الذبيحة، ممكن تقول لي علشان اشوفه في القداس الالهي؟ اديني قلت، وانت متاكد انك هتشوفه يعني؟ يعني حسب ما ربنا بيسمح، يعني بيسمح لبعض الناس يشوفوه فعلا، بيسمح لبعض الاباء بيشوفوه فعلا يعني فعلا. طيب هل ملاك الذبيحه له اسم زي الملاك ميخائيل؟ اسم ملاك الذبيحه عايز اسم ايه اكتر من كده يعني؟ حاجات غريبه جدا يا اولاد، عيشوا ببساطه الايمان يا اولاد. يعني انت لما تطلبوا قول يا ملاك الذبيحه، وناس كتير اختبروا جدا ملاك الذبيحه وقالوا لنا وبعتوا لنا هنا في الاجتماع وقلنا، وفي كنيسه من الكنائس لما سمعت مني العظه عن ملاك الذبيحه عملوا الكورال بتاع الكنيسه سموه كورال ملاك الذبيحه، وعملوا شريط ترنيم على كده وبعتوا لي نسخه منه هديه، فالناس بتختبر يا ملاك الذبيحه يخلص الموضوع. وانا قلت لكم اختبارات كتير عن ملاك الذبيحه، ناس اختبروها وقلتها لكم، مش عارف واحد من كنيسه العذراء عيب بيها على فكره، انا بذكر وقائع. الراجل ده في يوم من الايام ساب البيت
وساب مراته والعيال، عن ثلاث أطفال، وراح بيت أبوه. حماه كان بيحبه جدا، فلما عرف من بنته ليه يا بنتي قالت له اللي حصل كده، ما قلتليش خالص، عمرك ما اشتكيته، المهم يعني اللي حصل. فقال لي يا ابون، الراجل اللي قال لي بقى لما سمعني بعصي هناك عن ملاك الذبيحه وكده، فقال لي هنا الكنيسه. المهم حصل ايه؟ وقال لي الاختبار بقوله. فالراجل ده راح لجوز بنته قال له عمرك ما اشتكيت؟ قال له انت اب حلو جدا وحنين وعمرك ما غلطت غلطه عمر، فانا مش عايز ازعلك. قلت له انت كده مش مزعلني؟ قال له انا مش عايز ازعلك، لان لو قعدت معاك اكتر من كده ممكن يحصل تطورات هتزعلك جدا. بنتك لا تطاق، وانا قعدت استحملها علشانك، لكن مزودها قوي لا تطاق، ما ينفعش اكمل معاها، لو كملت معاها هنعمل جريمه، يعني هقتلها هتقتلني، مش هينفع اكمل معاها. فالراجل قال طبعا المهم ما قدرش. قال له بص يا عمو، اي فلوس عايزاها هي والولاد من عيني دي حضرتك، انا اجي لك مخصوص او تجي لي تشرفني اللي تؤمر بيه، وخد تاخد فلوس اللي عايزاها، لكن انا رجوع تاني مش هرجع تاني، خلاص انا وصلت لمرحله اللي عوده. المهم الراجل طبعا لا ما فيش فايده، فراح موسط ابونا فلان وابونا فلان، عدهم لي 9 اباء كهنه، وكان من ضمنهم او كان اخرهم يعني قدس ابونا بطرس جيد اخو قداسه البابا شنودة الثالث الله ينعم نفسهم الاثنين، وكان اب مبارك جدا ومقنع وكده. المهم برضه ما فيش فايده، فقال لي خلاص وسكتنا. فضل منفصلين عن بعض كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين خلاص هوبليس كيس. قال لي لما قدس كلمتنا عن ملاك الذبيحه، فانا تاني يوم الصبح كنا في نهضه العذراء، قال لي تاني يوم الصبح حضرت القداس من بدري، واول ما ابونا بدا يناول استلمت ملاك الذبيحه. يا ملاك الذبيحه ترجع فلان لمراته فلان اولاده، يا ملاك ما فيش حد غيرك اللي هيرجعه، انت املي الوحيد. قال قعدت الح عليه لغايه ما ابونا حط الميه في ايده وبقول يا ملاك الذبيحه، قلت له اوعى تنسى. طبعا ملاك الذبيحه مش هينسى. قلت له بعدين؟ قال لي روحت وقضيت اليوم ونمت. قال لي الصبحيه تاني يوم الساعه 7 الصبح لقيت التليفون بيرن. لقيت بنتي، خير يا بنتي؟ قالت لي واحد عايز يكلمك. قلت لها بتتكلم منين؟ قالت له من البيت. قال لها من البيت ازاي؟ بيقول لي وتعصبت بقى انا اطلب ملاك الذبيحه يرجع الراجل لمراته، الراجل عندها في البيت ب7 الصبح. هو فكر بالتفكير كده، مش متوقع كده. فصباح الخير يا عمو. قال له انت مين؟ قال له بتشخط فيا ليه يا عمو؟ انا جوز بنتك. قال جوز بنتي؟ قال له انا فلان. نسيت صوتي. قال له انت فين؟ قال له في البيت عند بنتك، في البيت عندنا. قال له انا جاي لك حالا دلوقتي. قال له منتظرك. قال لي لبست وجريت زي العيل الصغير، وانا متاكد مين اللي بعته؟ ملاك الذبيحه. بقول لي ورحت لقيتهم زي السمنه على عسل يا ابونا، ولا كاني كان في 9 سنين فجوه وبعد بهذا الشكل. قال لي زي ما يكونوا لسه مخطوبين. ما هو الاثنين هم لسه مخطوبين، بيقعدوا يضحكوا في وش بعض. يا سلام بقى، ولو عملها له كيكه مخصوص بقى كده على دماغ وتقول له ايه رايك في الكيكه دي، تبقى معجنه، هاكل صابعي وراها. كذاب طبعا. يتجملوا يعني مع بعض. بعد الجواز بيختلف الموضوع تماما، ما علينا يعني. المهم فايه؟ قال لي رحت جاري وانا واثق المركز بقى رجع، فقلت له خدته طبعا بالحضن ده. وقال بقول له انت رجعت ازاي؟ قال له بص بقى يا عمو، انا الليله دي ما شفتش النوم بعيني. قال له ليه؟ قال له كل ما انام واستغرق في النوم الاقي ملاك جاي وفي ايده سيف النار ويقول لي قوم تروح لمراتك ولادك، ولا اروح اي مفزوعه افتكره كابوس. ما اصله كابوس انه هيروح لايه؟ لمراته النكديه. راح ارسم الصليب واقعد فين على ما انام تاني، اول ما انام يجي لي نفس الملاك هتقوم. قال له بقى الفجر بقى، قلت لا ما منهاش، دي رؤيه حقيقيه، لو حقيقيه انا هروح لها الصبح قبل ما تروح الشغل، لو فتحت الباب وقابلتني يبقى دي رؤيه حقيقيه، رفضتني يبقى دي كانت كابوس من الشيطان. قال له عملت ايه؟ قال له رحت لها الساعه 7 الا ربع كده، من ربع ساعه بس كده، فرنيت الجرس، فتحت، اول ما فتحت الباب راحت بوربها تاني، قلت لها ما تخافيش انا مش جاي اخطف حاجه ولا اخد حاجه ولا اعمل حاجه، انا جاي بس اقول لك ان انا ندمان على كل دقيقه ضيعتها بعيد عنك، لو هتقبليني تاني هعيش ليك خدام بقيه عمري عشان اعوضك 9 سنين اللي فاتوا دول، مش هتقبليني من حقك ومش هزعل منك وده هيبقى حاجه. قال طب عملت ايه معاك؟ قال راحت طلعت على الباب وخدتني في حضنها قعدت تبص فيها وتعيط. ستات كده مش لازم نجيب بابا ونجيب ماما ونعمل تحقيق، لا 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 خلاص. فبقول لي سالت الراجل، الراجل بقول له انت عارف الملاك اللي جالك في الرؤيه ده مين؟ قال له مين يا عم؟ انا هعرف كام الملائكه؟ قال له بس انا عارف. قال له انت عارف؟ قال له انا عشان اللي بعته لك. قال له بعته لي؟ طب ايه الحكايه؟ قال له ده اسمه ملاك الذبيحه، حصل كذا كذا، وابونا ابراهيم جه عندنا وقال كذا كذا في كنيسه العذراء امبارح،
وانا عسكرت الملاك الذبيحه، هو ابونا بيصرفه، قلت له يا ملاك الذبيحه اوعى تنسى رجع فلان فلان، ده اسمه ملاك الذبيحه. فصاروا الاثنين في حضن الكنيسه وفي حضن ربنا، وزي السمن على العسل الراي اللي بيقولوا، واللي حل المشكله ملاك لو لم يكن ملاك الذبيحه دي حقيقه معاشه في الكنيسه الارثوذكسيه العظيمه. مره كنت بدعو في نهضه في الاسماعيليه، اول يوم وعظتهم عن ذبيحه الافخارستيه، سر الافخارستيه والتناول، وكلمت عن ملاك الذبيحه برضه، قلت ليه طلبه مستعجله او مشكله مستعصيه يطلب ملاك الذبيحه من قلبه بايمان وفي ثقه وبالحاح، وهو هيتصرف معاه. على فكره في كنيسه من الكنائس في القاهره هنا وعظت فيها العظه ديت، عملوا الكورال بتاعهم سموه كورال ملاك الذبيحه، بس انا الكورال بتاعنا سميته قيثاره الروح عشان اصواتهم كلها روحانيه وحلوه، فيبقى نتمتع بالروحانيه. المهم يعني فرحت فكلمتهم. تاني يوم لقيت وانا داخل النهضه بالليل، كان ثلاث ايام وانا داخل النهضه بالليل، لقيت اسره منتظرين في حوش الكنيسه. فاللي دعيني الاخ اللي كان واخد بات عنده من هناك يعني من اللجنه. المهم يعني ف قال لي يا ابونا الاستاذ فلان امين الصندوق بتاع الكنيسه وعضو اللجنه، ودي المدام ودي بنته في الكليه. المهم يعني عرفنا اهلا وسهلا. قال احنا واقفين لك من بدري منتظرينك قبل ما تخش الكنيسه عشان هتقولها على المنبر اللي هنقولها لك. تو ايه؟ قال لي انت كلمتنا عن ملاك الذبيحه. تو ايوه امبارح. ايوه. قال لي بنتي دي كانت طالعه من الكليه نتيجه بانت، وطالعه بثلاث مواد يعني هتعيد ايه السنه وخلاص. قالت انا ما صدقتش، رحت رايح بنفس الكليه لقيت النتيجه متعلقه، ولقيتها فعلا طالعه بثلاث مواد وهتعيد السنه. لكن شيء غريب بقى جدا يا ابونا. تو ايه؟ قال لما كلمتنا واقنعتنا جدا بملاك الذبيحه، قلت ايه المانع ان ملاك الذبيحه يغير النتيجه؟ شوف الايمان، شوف الايمان. قلت وبعدين؟ قال لي مسكت ملاك الذبيحه النهارده الصبح، ما سبتوش الا لما ابونا صرفه غير النتيجه. ففوجئت النهارده الظهر واحد معيد في الكليه اتصل بيا يعرفني وقال لي يا عم عايز اقول لك معجزه حصلت. له ايه؟ قال لي مبروك بنتك عدت. قال له ازاي؟ قال له هقول لك. عميد الكليه كان مسافر بره، في استاذ في الكليه كان متغاظ من العميد، فبنت اخت العميد في نفس السكشن بتاع بنتك دي، فالعميد فالدكتور ده سقط عشان يسقط اللي خلها العميد نكايه فيه يعني، فسقط معاها كذا واحده من ضمنهم بنتك دي. قال له ايوه. قال له بنت اخت العميد كلمت خالها قالت له الحقني حصل كذا 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 كذا. ركب الطياره ونزل جاري وجه النهارده امر بمراجعه تصحيح الاوراق، فنجح بنت اخته طبعا، ونجح كذا واحده من ضمنهم بنتك وعدت السنه. اختبارات حيه مش كلام. كنيسه الارثوذكسيه كنيسه عظيمه، جسد المسيح ودمه بجسد المسيح ودمه. عشان كده احبائي مهم جدا نبقى واخدين بالنا جدا واحنا داخلين نتناول ان احنا نكون مستحقين ولا لا. ملاك الذبيحه بيصنع معجزات كتير جدا، لكن يكفي ان انا لما بتناول جسد الرب ودمه اول فايده بتعود عليا من التناول الحياه الابديه. انا كده بضمن الحياه الابديه من لما بتناول، لاني بتناول بتوبه زي ما هنشوف بعد كده. مش هقدر اتناول من غير توبه. ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. خدت جسد المسيح الحي نازل من السماء الذي ياكلني يحيى بيه يحيى الى الابد. فانا الحياه الابديه يكفي او اعظم مكسب في الوجود من تناول من جسد الرب ودمه ان اولي الحياه الابديه. انا الدنيا دي ما احنا سايبينها يعني واخدين منها ايه؟ سايبينها زي ما هي، كلنا حاسبها ونمشي. يبقى انا بضمن الحياه الابديه يا احبائي. دي نمره واحد. نمره اثنين ببقى ثابت في المسيح الارمد. من ياكل جسدي ويشرب دم ايه؟ يثبت شو انا فيه. طب ما دام انا ثابت في المسيح الشيطان يقدر عليا؟ يقدر؟ يبقى في الحياه دي انا بتحصن اصلا كمان الى جوار مراس الحياه الابديه، بتحصن ضد الشياطين.